نهار توغا غنغدني تيغي جن نقاش جن ندوى خرج الموضوع مهم هو جن القراءة لقانون المالية 2021 الطانت الأطور لوزارة المالية أنا غدني تيدير إقليم النضا طبعا تناول ثومة الإطار السير الخضر الجوانب الاجتماعية ذي قانون المالية 2021 ذمين ديوية ذي المستجدات يتهمى نشين كنقابة يتهمى الأجراء المهنيين الحرفيين والتجار بمختلف فئاتهم لأن نشين تحاول ما أمكن أن نتدقن تواصل التحسيس التأطير باش الإخوان يجن معنيين المستجدات أديرين عن البينة وعاود تاني نستغل تشبيكي غانغ نشين كنقابة ذي مختلف الإدارات العمومية شبه العمومية ذا نتدي الإقليم باش انسيوض من ديزن الجديد بمختلف مجالات من بينها لان مش تسنم بينها ما يتعلق بقانون المالية 2021 قانون المالية بصفة عامة ديال المغرب تعتبر قانون مهم جدا عام كمر خدمت خاص المؤسسات الدولة عام كمر سوجدين دايس يتغيما قانون اطار منظم تسمي الحياة المالية والضريبية ديال المغرب وبالتالي مهم جدا أنت هذا سنجد كان الأنشطة وعاود ثاني من يتهدف في تنفيذ برنامج الاتحاد الإقليمي لنقابة الناظور في تنفيذ البرنامج التكويني والتأطيري إنستا 2021 غنغضي أكثر من 30 تكوين ونيتي نستعرض ديجا لجميع الفئات المقاولين الذاتيين التجار الحرفيين الأجراء لجميع المجالات ديس ما يتعلق بالرفع من ثقافة الترافعية للأجراء ديس ما يتعلق بتأسيس تعاونيات والشركات القطاع الغير المهيكل يعني تكوينات إلى آخره دي المجال ونيتين إذن عود ديس ما يتعلق بتسمى انتشاس النية مثلا غامن هارا مجموعة المستجدات من ديوية قانون المالية ذي الإعفاءات يتصن تمسلايين إذن من هي جان ومش أسقان النشاط وغث ناجح بامتياز واستفزن زيس مجموعة الأطور النقابية مجموعة النقابيين بمختلف المكاتب مجموعة الفئات وعاود تاني يقعد شان الأمور نغني إن شاء الله ونشكا مجددا الموقع نضيف ذي يدى مخالي صافيا للضريع لا تخلص واحد توجيه المسجد الجهنية هذه نشوفها التعاون التنسيق مع الاخوان ديال المكتب استهدفنا المقتضيات اللي تمشي على حمايه كتفيد واحد الفئه معينه اولا كتكون مقتضى عام بحال هاد الغاء ديال الزيادات راه ماشي ضروري تكون مهم عندك يجي تكون الغضه الرحمن الرحيم محمد الشقالي كاتب فرع النقابه الوطنيه الديمقراطيه للماليه وعضو الاتحاد الاقليمي لنقابات الناظور النشاط اللي قمنا به اليوم يأتي في إطار مسلسل اختار اتحاد يقيم نقابة الناظور في إطار التكوين والتكوين المستمر حتى نشق طريق عمل نقابي
صحيح متزن وواعي. الموضوع اللي تكلمنا فيه اليوم واللي خص قانون قراءة في قانون المالية 2021، وخا هي قراءة مبسطة شملت الجانب الاجتماعي في قانون المالية 2021، وركزت بالخصوص على المساهمة المهنية الموحدة. نتمنى أن نكون وصلنا على قدر الإمكان مجموعة من المعطيات اللي غتفيد الإخوة المهنيين في هذا الاتجاه، ونتمنى أننا نكونوا توفقنا. وشكرا.